تحياتنا واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج حديثك على الهواء. بدنا نرحب بضيفتنا الخبيره بشؤون النفط والغاز لوري هيتيان. شكرا. حنبلش معك بموضوع الساعه، هو ترسيم الحدود البحريه اللبنانيه. برايك ليش الرئيس ميشيل عون رفض التوقيع على المرسوم 6433 المتعلق بترسيم حدود المنطقه الاقتصاديه البحريه الخالصه جنوب لبنان؟ يعني اول شيء في عندك الشق اللي معلن، اللي الرئيس اعتبر انه دستوريا لا يجوز انه هو يمضي هذا المرسوم بشكله الحالي او اللي عرض عليه، ولازم يكون في مجلس وزراء ويصير في توافق من قبل مجلس وزراء على هالمرسوم تيرجع هو يمضي. هيدا بالشكل كان المعلن اذا بدك، وهيدا اللي طلع تصريح من عند الرئيس. ولكن اعتقد كمان نحن بلبنان مثل ما دائما بنقول الجميع مذنبون لحديت ما تثبت براءتهم، ومش بالعكس بريئين حتى تثبت براءتهم. في هنالك كمان اقوال او تاويل او تحاليل اذا بدك فيها تقول انه بتقول انه بالنتيجه هذا المرسوم كان لمصلحه وطنيه، كان على الرئيس انه يمضي او يعطي الموافقه على الاستثناء كمرسوم، فضل انه لا ما يعمل وراح مثل ما عم نشوف كانه اجواء انه صار المرسوم اذا بدك نوع من رهينه بالسياسات داخل السياسات الداخليه اذا بدك والسياسات الخارجيه. يعني شفنا الوزير جبران باسيل نهار السبت من 10 ايام وقت طلع وحكي بموضوع ترسيم الحدود، مع انه هو ما عنده صفه رسميه يحكي بهذا الموضوع، حكي بموضوع ترسيم الحدود وقال انه الرئيس اذا بده بيمضي ولكن اليوم مش رح يمضي، وعطى هو تصوره كيف لازم تصير المفاوضات. شو الذريعه اللي كانت عند فخامه الرئيس انه ما مضى؟ هي كانت انه لازم له مجلس وزراء، ولكن نحن مثل ما بنعرف يعني لو كان بده مجلس وزراء صحيح، ولو الرئيس عن جد كانت او فريق الرئيس بدي اقول كان عنده النيه انه هذا المرسوم يمضى، كان صار ضغط على الرئيس حسان دياب انه يعمل مجلس وزراء كرمال هذا المرسوم وكرمال غير امور اذا بدك، او بالتحديدا كرمال هذا المرسوم. هذا الضغط ما شفناه، بس بالعكس شفنا الضغط قبل بكم يوم وقت قبل ما يمضي الوزير الاشغال ويرجع بعدين وزيره الدفاع يمضوا على المرسوم يبعثوا لحسان دياب تيمضي. شفنا الضغط اللي صار خاصة من جمهور التيار الوطني على وزير الأشغال انه وقع يا ميشيل، وصار في هاشتاغ واتسترا تيوقع على المرسوم. وقع المرسوم الوزير الأشغال، وقعت وزيرة مثل ما قلنا وزيرة الدفاع، ورجع وقع حسان دياب ووصل المرسوم عند رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية قال لا هيدا لازم يرجع على مجلس الوزراء. خلينا نقول انه لو مزبوط بده مجلس وزراء ليه ما ضغطوا، ليه ما استمروا بالضغط لحديت ما حسان دياب يرضخ للضغط، لانه حسان دياب مثله مثل الوزراء رضخوا للضغط الجماهيري اللي صار مش فقط من التيار الوطني ولكن من الجميع. صار موضوع راي عام موضوع ترسيم الحدود وموضوع تعديل المرسوم. ما شفنا هذا الضغط اللي صار، هون بخليك تفكر انه معناتها الرئيس او فريق الرئيس ما كانوا ناويين انه يمضوا على المرسوم. هاي واحد. تاني شيء وقتها عم بيقولوا انه وزير الاشغال حط هيدي الجمله بالمرسوم انه موافقه مجلس وزراء وتركوا هذا الفراغ. طيب كمان هيدا المرسوم اذا لنقول انه وزير الاشغال حط هيدي الجمله، ما وزيرة الدفاع مضت عليه، لو انتبهوا او عرفوا او شافوا، اكيد انتبهوا وعرفوا شافوا انه كانوا وقفوا، كانوا قالوا لا بدنا نرجع نظبط بالمرسوم لو هيدي هي الحجة. ولكن نحن عنا كتير معطيات بتقول انه هيدي هي الطريقة الطبيعية وقت ياخدوا موافقات استثنائية، بيحطوا هالجملة بياخدوا موافقة استثنائية على المرسوم، بعدين وقت يصير في مجلس وزراء عادي مش تصريف اعمال بيرجعوا بيمضوا على المرسوم الرسمي. هاي هي البروسيدور وهيدي اللي هي كان لازم تصير، ولكن مثل ما قلت لا اسباب ان كانت الضغط على حسان دياب، ولكن حتى ها ما شفناها تيرجع يفعل مجلس الوزراء، وكرمال انه يعني رهينه، خلينا نقول انه المرسوم اتخذ رهينه من بعض الاطراف عند رئاسه الجمهوريه. برايك يعني اكثر من هيك، هل هناك كيديه سياسيه عم يمارسها جبران باسيل بموضوع المرسوم؟ شوف فينا نقول بدنا نضلنا نقول انه كل المذنبين تثبت براءتهم. في يكون انه محيط الرئيس والوزير جبران باسيل اعتبروا انه هيدي ورقه سمينه
فيهم يضغطوا عليها على الأمريكيين أو أنه يطالبوا من الأمريكيين يمكن رفع العقوبات. ما فينا ننكر هذا الشيء يعني أنه ممكن أنه ينعمل، لأنه قصة أنه ليه ما مضى المرسوم يعني كتير يعني كانت شوية مفاجئة أنه الرئيس ما مضى، لأنه كنا كل يعني الرئيس هو اللي عين هذا الفريق المفاوض، وهذا الفريق المفاوض كان مع الخط 29، وقبل ما تنطلق المفاوضات كمان كنا بأجواء أنه في مرسوم عم يشتغل عليه والرئيس كان موافق عليه. وحتى اليوم يعني انطلقت المفاوضات امبارح نهار تنين، يعني عم نحكي نهار تنين رئيس بيعمل تويت بيقول نحن مع تصحيح الحدود البحرية. طيب تصحيح الحدود تعني انه الخط 29 يضغطوا على حسان الدياب تيعمل مجلس وزراء اذا عن جد بدكم انه يتعدل المرسوم، يا انه عدلوا المرسوم، لانه مثل ما قلنا ما في سبب يمنع تعديل هالمرسوم من قبل الرئيس او اعطاء الموافقة للاستثناء، ما في، لانه في مصلحة عليا بتقتضي هذا الشيء. مش بس حضرتك عم تحكي بهيدا الشيء، اغلبية الشارع اللبناني عم يحكي انه ممكن انه يكون ميشيل عون او فخامة الرئيس ميشيل عون عم يستعمل هذه الورقة كورقة ضغط في المفاوضات مقابل رفع العقوبات الامريكية عن صهر وجبران باسيل. بس هل برأيك الامريكي اليوم او الادارة الامريكية ضعيفة لدرجة انه تقبل او ترضخ لهيدا المطالب؟ هي مش قصة اذا الادارة الامريكية ضعيفة او لا، الادارة الامريكية مثل كل الادارات العالم عندهم مصالحهم. اذا الادارة الامريكية مصلحتها بتقتضي انه رفع العقوبات ترفعه، اذا مصلحتها بتقتضي ترسيم الحدود توصل على خواتيم مثل ما بدها اياها الولايات المتحدة واسرائيل، واذا هيدا الموضوع بيخدمهم بيشتغلوا على شو بيخدمهم ومين بيخدمهم. ما مش قصة ضعف او مش ضعف، قصة انه هن عندهم رؤية. يعني وقت انطلقت المفاوضات بتشرين 2020 نحن كلبنان شو كانت مصلحتنا انه نطلق المفاوضات؟ نحن كنا نحن عايشين بأزمة وجودية بالاقتصاد وبالسياسة وبالاجتماع واللي بدك اياه. نحن كان بحاجة لحكومة بتشرين، مش نفوت على مفاوضات مع الإسرائيليين وقتا نحن وضعنا هالقد ضعيف انه هن كل الوقت بيستغلوا انه ما انتوا تعوا ساوموا معنا وبتاخدوا الفوايد وبصير انه اقتصادكم احسن او منجيب لكم مصاري اللي بدكم اياه، ان كان من الاسرائيلي او الامريكان او الفرنسي. عم بيقول هالحكي انه اذا انتم مشيتوا بترسيم الحدود وخلصتوا بالموضوع بيكون لكم فوايد اقتصاديه. يعني نحن بموقع ضعيف والخط 29 منا مثبتينه بتعديل مرسوم. ليه فتنا على المفاوضات؟ لانه نحن كان في رئيسنا بهبري كان محطوط عقوبات على علي حسن خليل، والرئيس بري هو كان ماسك الملف، دغري سلم الملف للامريكيين تيوقفوا العقوبات. يعني تتشوف انه مش فقط طرف واحد بيشتغل بهذه الطريقه، كل الاطراف بلبنان بيتعاملوا مع كل الملفات بطريقه البازار وبطريقه سوق الاحد. يعني بننزل بنبيع وبنشتري لا المصلحه الشخصيه والمصلحه المجموعه، المصلحه العليا بعد هن مش شايفينها. وبعتقد انه صارت ممزوجه مصلحه العليا بمصلحه الخاصه ومصلحه المجموعه، صارت كلها بتختصر بالمصالح الشخصيه بالبلد، وكل الملفات هيك عم تندار مش فقط ترسيم الحدود فقط هيك. فمشان هيك يعني المشكله اللي عم نعانيها مع هيدي الطبقه السياسيه انه ما عندهم شيء اسمه مصلحه عليا او مصلحه عامه، كل شيء له انه ثمنه وكل شيء بنشتره بنبيع فيه. لنضلنا بموضوع ترسيم الحدود، الخبراء القانونيه معظمهم بيقولوا انه بيقطع المرسوم بدون توقيع رئيس الجمهوريه. شو رايك؟ شوفوا وين احنا بدنا نرسل احداثيات على الامم المتحده، اوكي، وهذه الاحداثيات بدنا نرسلها على الامم المتحده. فينا نرسلها يمكن بلا المرسوم، بس مين الجهه اللي بدها ترسلها؟ يعني خليه يقوم هلا حدا يرسل وزاره الخارجيه، رئاسة الوزراء، خلينا يبعثوا احداثيات الامم المتحده للامم المتحده يقولوا انه نحن احداثياتنا الخط 29، عرفت؟ فهي القصه انه مين بده يرسل مين بده يعمل هيدي الخطوه، لانه الامم المتحده بهمها انه يوصل رسميا، اوكي، من الحكومه اللبنانيه او من مفوض من الحكومه اللبنانيه شيء بيقول انه نحن الاحداثيات هي هالاحداثيات الجديده الخط 29، عرفت؟ ها هي. سو مشان هيك انه الاشكاليه اللي وقعنا فيها هلا اليوم اشكاليات دستوريه على قانونيه ولكن شكليه،
عرفت شكلية، لأنه المضمون كان المفروض يكون إنه الكل بلبنان مع فكرة إنه لازم نعدل الخط 29، خاصة إنه هذا الخط 29 يعني هو تصحيح لمسار، يعني تصحيح مسار بهالملف كان خطأ من 2007 وفي أخطاء متراكمة على ترسيم الحدود. فأجينا اليوم الفرصة أن نصحح هالمسار ونقوي موقفنا التفاوضي. ليش؟ لأنه مساقب أنه هذا الخط 29 اللي عم يطالب فيه لبنان اللي هو قانوناً وتقنياً متين، حق الكريش الإسرائيلي يعني واقع بنصه، دونك لانه كاريش واقع بنص هذا الخط بيعطينا بعد نحن قوه تفاوض اكثر، لانه بهمه الاسرائيلي انه ينقذ هذا الحقل تبعه. فبالتالي كان موقفنا رح يكون اقوى وامتن، ونحن كنا رح نفوت على المفاوضات باوراق تفاوضيه قويه جدا بوجه الاسرائيلي. للاسف اليوم نحن رجعنا منفوت على المفاوضات بموقع ضعيف، لانه في الوفد المفاوض عم بيقول انا خط 29 بدي فاوض عليه، حتى الرئيس عم بيقول له ايه انت بدك تفاوض على 29، ولكن قانونا ضعيف موقفنا، لانه بعد دول لبنان الرسمي خط 23 اللي محطوط بالامم المتحده. طيب اليوم التعديل الجديد اللي وقعه وزير الاشغال بيسجل اضافه 1430 كيلومتر مربع للبنان من حدوده البحرية المشتركة مع إسرائيل، بيصير حجم المنطقة المتنازع عليها 2290 كيلومتر. هل برأيك هيدا الشيء حيأثر على المفاوضات البحرية بين الجيش اللبناني أو الوفد اللبناني اليوم في مفاوضات عم تستكمل بالنقورة، حيأثر هيدا الشيء على المفاوضات بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي، خصوصا أنه في امتعاض رسمي أمريكي من الخطوة اللبنانية؟ شوف، هو هيدا كانت أول جولة اللي صارت، كان في اعتقاد اسرائيلي وامريكي اذا بدك انه بده تصير مفاوضات على 860 كيلومتر مربع، وال860 كيلومتر مربع هي يعني بين الخط الاسرائيلي اللي هو مرسم حدوده معنا كان، والخط اللبناني لخط 23 اللي لبنان رسمه بال2011. الفرق بين الخطين هو ال860 كيلومتر مربع. كنا نحن دائما قبل ما يطالب رسميا لبنان بالخط 29 نعتبر انه 860 هيدا هو نقطه النزاع او منطقه النزاع بيناتنا ونحن والاسرائيليين. الاسرائيليين فاتوا على المفاوضات بتشرين معتبرين انه نحن فاتين على 860 كيلومتر مربع. الجيش اللبناني حط خطه يعني او اذا بدك وضع خريطه جديده اللي بتقول انه نحن يا جماعه الخط 23 تبعنا اللي حطينه بال 2011 نعتبره خطا، كان خطا تقني وقانوني، نحن اليوم بدنا ننطلق من تصحيح هذا الخطا ومن هونيك ننطلق، وهذا هو الخط 29 اللي حطه الجيش. اكيد الاسرائيلي ما كان مبسوط، ومباشره يعني انه بلش اذا بدك يحرتق علينا، صار يبعث وزير الطاقه الاسرائيلي صار يبعث رسائل عبر تويتر لرئيس الجمهوريه ويقول له ما بيصير هيك، انتم صرتم مغيرين رايكم اكثر من 7 مرات. وزير الطاقه الاسرائيلي يبعث رسائل عبر تويتر لرئيس الجمهوريه اللبناني، طب حتى كتب له بالعربي كمان. طب بين مزدوجين، كيف نحن نقبل انه رئيس الجمهوريه يكون معه حدا على تويتر اسرائيلي، بينما قضية صبية لانه على تويتر كانت عم تتواصل مع حدا اسرائيلي اتهمت بالعمالة؟ هلا هو مرد الرئيس لنقول يعني هيدا، لانه فيك انت هلا تبعت لمين ما بدك يعني تعمل له منشن وتبعت له تويت، عرفت هيدا الفضا السوشيال ميديا هيك صار، بس الرئيس طبعا ما رد عليه يعني، سو ما في اذا بدك ما صار في انه علاقات او اذا بدك انه ما صار في حديث يعني، ولكن هذا الضغط اللي مارسوه الاسرائيليين، وحتى مارسوا ضغط ثاني كمان انه في جزيره تخيلات او صخر التخيلات اللي هي جزء من المشكله ترسيم الحدود، حتى راحوا لهونيك اخذ يعني وزير الطاقه الاسرائيلي اخذ الوفد المفاوض والصحفيين وراحوا قعدوا على الصخره وشربوا شاي تيقول انه لا هذه الصخره لازم نحسبها بالمفاوضات، لانه بالمفاوضات الوفد اللبناني كان عم بيقول هذه الصخره مش لازم نعمل لها اي اعتبار بترسيم الحدود. فاضافه الى ذلك يعني حتى بالإعلام الإسرائيلي زدتوا خرايط تيقولوا أنه لا إذا أنتم بدكم طالبوا بخط 29 نحن فينا نطالب بخطوط توصل حتى لصيدا، ولكن هذا كان جزء كله من الحملة إذا بدك ردا على الموقف اللبناني. موقف اللبناني كان متين وقوي، ولحديث اليوم موقف اللبناني على الورق بالتقني والقانوني وحسب قانون البحار هذا الخط له وزنه، عرفت؟ الإسرائيلي ما بده يعني الإسرائيلي بده كان يخلص ب 860 كيلومتر مربع تيخلص بما نسميه الخط هوف اللي هو الخط
اللي كان الامريكاني بال 2012 هو اللي كان وسيط عليه، وهذا الخط هوف بيناسبه للاسرائيلي اكثر لانه بيعطيه مساحات اكثر، وهذا الخط ما بيناسبنا لانه هذا المطلب الاقصى الاسرائيلي. فاليوم الجوله اللي عم يحاول يرسخها الوفد المفاوض انه في نقطتين، في خط هوف اللي هو المطلب الاقصى الاسرائيلي، والخط 29 هو المطلب الاقصى اللبناني، خلينا نتفاوض على هالخطين وما نتجاوزهم وما وننسى بقيه الخطوط. هذا اللي اسرائيل اليوم بعده ما كان راضي على الموضوع. لنشوف هلا بجولات الجديده اذا رح تنفتح كل الخطوط للتفاوض او لا. نحن اليوم بظل الوضع الاقتصادي بيقرب في لبنان، اكيد حنكون بموقع الضعيف بالمفاوضات. هل برايك انه ممكن نوصل انه نقبل مع الاسرائيلي بحل وسط بين الخطين؟ هو دائما بدك تعرف انه نحن اليوم وقت عم نطالب بالمطلب الاقصى اللبناني لخط 29 هو للتفاوض عليه، لانه انت بدك تعرف انه ترسيم الحدود البحريه نوعيتها ومنهجيتها وروحيتها بتختلف عن ترسيم بالبر. البر بتكون انت في سنوات من التاريخ وتراكمات تاريخيه اللي بتقول انه وين حدودك البريه. حدود البحريه هيدا يعني فكر مستجد، لانه صار في اكتشافات نفط وغاز بالبحر، او صار في مشاكل على انه صيد الاسماك، لانه في بلدان بتعيش من ثرواتها السمكيه، صار في خلافات انه وين ببلش منطقتك وين ببلش منطقتي، مين في يفوت يصطاد سمك مين لا، اذا لقينا نفط وغاز لمين هالنفط والغاز. هذا كله توجب انه يصير في شيء اسمه منطقه اقتصاديه خالصه، طريقه ترسيمها واتسترا. مشان هيك من الثمانينات وجار صار في قانون البحار يعني التابع للامم المتحده، فهيدا نحن ماضيين عليه لهيدا القانون، قانون البحار يعني اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار، وبالتالي نحن بنتبع منهجيه الترسيم. منهجيه بتقول او المبادئ العامه بتقول ترسيم الحدود البحريه انت بتطالب بمساحاتك وبتتفاوض مع الجيران ان كانوا بالوجه او حدك، وبالتالي مشان هيك انت بتطالب دائما باقصى شيء ممكن تاخده حسب قانون البحار تتفاوض عليه. مشان هيك نحن وقت نقول اليوم الخط 29 هذا لازم ننتبه انه هذا خط تفاوضي، يعني مش انه خط 29 اذا تنزلنا انش عنه يعني تنزلنا، لا، بس نحن مشان هيك نطلب الاقصى شيء ممكن نطلبه لنوصل لشيء ممكن يرضي الطرفين. مزبوط. بس بوضعنا الحالي بلبنان العالم شايف انه ممكن نتنازل لدرجه انه نمشي نسلم جدلا بالمطالب الاسرائيليه، لانه نحن بامس الحاجه اليوم للتنقيب عن الغاز والنفط. شوف تقلك شغله، اول شيء مزبوط انه نحن فايتين ضعاف، لانه نحن منهارين اقتصاديا، وفي اي واحد مثلا هلا بسمع كثير بيقولوا الفرنسويين قالوا لهم للبناني بتروحوا بترسموا تنعطيكم مصاري، الروس ذات الشيء، ما بعرف انا لانه انا ما بكون بهالاجتماعات تعرف، ولكن عم نسمع اجواء انه في ضغوطات من الاجانب اللي بدهم يعطونا مصاري، انه جزء منه انه نخلص من قصه ترسيم الحدود. شو ما كان الثمن؟ ما هون قوتك، مشان هيك انه هون قوه التماسك اللي لازم يكون بالداخل، يعني نحن وقت يكون عندنا ناس عم بيفاوضوا، نحن مش عم بحكي عن وفد المفاوض، ولكن الموقف السياسي او السياسيين اللي هن لهم الكلمه الاخيره بالنتيجه، هن بدهم يوافقوا او لا على اتفاق الاخير، وقتها بنعرفهم انه عن يعني غير مؤتمنين على مواردنا بنخاف، يعني هؤلاء مثل ما قلت لك كلهم يعني كلهم بيشتغلوا بالقطعه وبالبازار، يعني سوق احد ومفتوحه بالنسبه لهم، البلد وموارد البلد وملفات البلد، كل شيء عندهم، يعني كل شيء قابل للتفاوض وكل شيء قابل للبازار. يعني كيف نحن وقت نروح على بلدان بيقولوا لنا ايه وقت تنزل على السوق بدك تفاوضهم على السعر، مش اذا قالوا لك مثلا 100 دولار تقبل 100 دولار، لا بدك تفاوضهم بينزلوا لك. مثلا بيقولوا لنا روحوا على سوق المدري وين ببلدان العالم انه بتفاوض. هن هيدي المنتاليتي، هن جماعتنا هاي السلطه يعني منتاليتي بيبيعوا ومشتري. عاملين البلد سوق تجاري. سوق احد. عرفت؟ بيشتروا بيبيعوا فينا مثل ما بدهم، هيدا نحن خوفنا، انه هلا في جامعات كثير عم بيصيروا تواصل مع الامم المتحده تيقولوا انه نحن ما بدنا هالجامعه هن اللي يتواصلوا هن انه يكونوا عم يتفاوضوا باسم لبنان، لانه نحن بنخاف يهدروا لنا كل شيء، هي من ميله. الميله الثانيه بدنا نعرف نحن انه ما بدنا نحط كثير امال انه هيدا النفط والغاز بده ينقذ لنا اقتصادنا، تقلك ليه؟ له دور مهم طبعا بس للمستقبل مش هلا، لانه لنقول فرضا ناخذ انه توتال اللي بعدها موجوده بالبلوك 9 عندها هي للقابل 2022 تتعمل تنقيب،
خلينا نقول اخذت كل المهله وبلشت اعمال التنقيب بالبلوك 9 ب 2022، ولنقول انه باوائل 2023 اكتشفت مخزون وبدها تستثمره او تطوره للتطوير، لانه نحن ما عندنا بنى تحتيه، لانه اول مره بنشتغل نحن نفط وغاز. يمكن تاخذ هيدي العمليه من 5 لـ 7 سنين، يعني من 2023 اذا لقينا شيء عندنا 5 لـ 7 سنين، يعني عم نحكي 2030 لبنان لتا يطلع لك اول نقطه غاز، تيطلع لك اول مردود مالي 2030. اليوم لبنان ما في ينطر لل 2030 لانه ينطر انه والله اقتصاده رح ينمى على قطاع النفط والغاز، ما فينا ننطر لل 2030، نحن بكره بده يرفعوا عنا الدعم، بكره رح نموت جوع، ما فينا ننطر. ولكن شو عم بيعملوا السياسيين؟ شو بدهم؟ بدهم يبيعوا يشتروا بالنفط وغاز هلا تياخذوا مكاسب لالهم وتيبقوا بالسلطه، هيدا اللي بخوفنا نحن، عرفت؟ مش قصه انه عن جد والله نحن وقت نقول الاستفاده، الاستفاده الماديه مش حتيجي قبل 10 سنين، ولكن خوفنا نحن اليوم انه عم بيبيعوا يشتروا بهذا الملف السياسيين كرمال بقائهم هن بالسلطه ولا استفادتهم هن، وهذا اللي نحن بخوفنا وهذا اللي ما بدنا اياه. هل انه دوله الرئيس نبيه بري هو المسؤول المباشر عن المفاوضات البحريه؟ لا، اليوم ما انه هو المسؤول المباشر. الرئيس نبيه بري كان عم بيقول هو كانوا ملاقيين صيغة بقلب الحكم انه رئيس نبيه بري هو بيفاوض الامريكيين تيوصلوا للي وصلوا له، يعني الاطار التفاوضي لنقول. هن اعتبروا انه رئيس بري لازم يحكي بهذا الموضوع، وتقول لك ليش كمان تتعرف انه كلهم، يعني كلهم وهو مجموعة وحدة ضد الشعب، او انه هن منهم مقصومين، نحن المعارضة مقصومين، هن منهم مقصومين، لانه رئيس بري كان بيهمه انه هيدا الملف يكون بايده، لانه كمان ما تنسى انه في توازن شيعي شيعي لازم ينعمل، فتوازن الشيعي الشيعي انه اذا المقاومه هي عم تدافع عن ارض لبنان، الرئيس بري بهيدا الملف عم بيدافع عن موارد لبنان ضد الاسرائيلي، وهذا التوازن الشيعي بيضل قدام الطائف الشيعي انه هو ايضا مقاوم. مزبوط مزبوط. فمشان هيك هيدا الملف كان بايد الرئيس بري، وهن الرئيس الحريري والرئيس عون كانوا راضين بهذا الموضوع، ومن قبل كمان لانه رئيس بري كان هذا الملف بايده. فمشان هيك، ولكن اول ما صارت في قصه العقوبات الرئيس بري فهم الاشاره الامريكيه، وحتى قال بالبيان اللي طلع انه وصلت الرساله، وما في كم يوم بعد العقوبات او كم شهر او شهرين تخلى عن الملف وقبل انه يصير في مفاوضات مع الاسرائيليين حتى لو غير مباشره، ولكن كلنا سمعنا انه ضمنيا اعتراف بوجود اسرائيل سمعنا انه صار في غضب النقوره من اشهر اتغدوا ضحكوا ما بعرف، بس انه هيك عم بيكون الملفات، يعني مثل ما عم بقول لك المصلحه العليا صارت ممزوجه بالمصلحه الشخصيه ومصلحه المجموعه، وهذا الخطر انه نظامنا نحن صاروا يعني ما بقى يعرفوا يفصلوا بين مصلحتهم الخاصه والمصلحه الوطنيه، يعني والمصلحه الخاصه هي اللي عم تدخل سوق الحاس. مشان هيك كل وضع، مشان هيك وضعنا اليوم هيك. كونك خبيره بشؤون النفط والغاز، انت متاكده، انت شخصيا متاكده انه عندنا غاز بلبنان؟ لا اكيد ما في اعرف اذا عندنا نفط وغاز بلبنان. اللي عندنا اياه انه في عندنا مصحات في بعضها بتدل انه يمكن يكون في غاز، وبعض منا يعني توحي انه يمكن في او يمكن ما في، ولكن ما فينا نعرف تنحفر. والنتيجه انه وقت حفروا ببلوك 4 انه طلع في اثار غاز، ولكن المكمن اللي عم يفتشوا عليه، يعني المكمن الريزرفوار اللي حاضن الغاز ما لقوه، ولكن هذا ما بيعني ما في غاز ولا بيعني انه عندنا كثير غاز. كل اللي فينا نعمله انه لازم يصير في حفر وكتروا من الحفر لحديت ما يوما ما انه نوقع على البير اللي ممكن يكون مخزون فيه غاز. طب ليش قصه طويله وبدها صبر؟ ليش شركه توتال انسحبت من التنقيب؟ شركه توتال ما انسحبت من التنقيب، شركه توتال بعدها موجوده، هي نوفاتيك الروسيه واي ان اي الايطاليه بعدهم موجودين. والدليل انه باول السنه طلع تصريح وبيان من وزاره الطاقه بتقول انه توتال واي ان اي نوفاتيك قدموا خطه العمل لسنه ال21 على البلوك 4 وبلوك 9، وهذا دليل انه بعدهم موجودين. ولكن ليش مش عم بتشوف اعمال؟ لانه حسب الكونترا اللي كانت مضيته على البلوك 4 توتال عملت شغله، حفرت بير
وطلعت نتائج انه في اثار غاز ولكن ما في مكمن اللي كانوا عم يفتشوا عليه، وعملت الدراسه المعمقه وبعثتها ارسلتها للحكومه اللبنانيه، ولكن اليوم بعدها هي مهتمه يعني ما تخلت عن البلوك، وهذا بيعني انه يمكن شايفه شيء. واي بلوك كنت مستلمه؟ اربعه، هذا للاربعه. والبلوك تسعه هي عندها لانه اجلوا كل المهر بسبب كوفيد والاحداث، عندها للاب 2022 بالبلوك تسعة تحفر بير، لانه كان مفروض تحفره قبل ايار 2021، ولكن مثل ما قلت مددوا المهل. وما تنسى انه توتال قاعدتها اللوجستيه تفجرت مع مرفق بيروت، لانه قاعدتها اللوجستيه كانت موجوده بمرفق بيروت، وتفجر مع انفجار مرفق بيروت قاعده اللوجستيه تفجرت، يعني بدها ترجع وقت لترجع يعني ترتب امورها. وبالتالي توتال بعدها موجوده، ما اعلنت انسحابها، ولكن الظروف البلد والخسائر اللي اوريدي هي خسرتهم، يعني اذا انسحبت ما حدا بيلومها. يعني ايضا من خلال خبرتك بهذا المجال تقدر تخبرينا عن المخالفات وحجم الفساد اللي قام فيه الوزير باسيل ومن بعده مستشارينه بوزاره الطاقه؟ لا، انا خبيره بشؤون الطاقه مش خبيره بشؤون الفساد، يعني هذا سؤال كتير كبير عم تساله. ايه بس بموضوع الطاقه، بموضوع الهدر بالبواخر بكتير اشياء، انت خبيره بالنفط والغاز. صحيح. اكيد لازم تخبرينا. خليني افصل لك الامور. القطاع النفط والغاز كان فيه كتير ايجابيات. قطاع النفط والغاز من 2006 والحكومه النرويجيه مساهمه او مواكبه اذا بدك تطور هذا القطاع بلبنان، وخاصة عم تدعم كمان هيئة إدارة قطاع البترول بمؤسسة هيدي الهيئة، هي الهيئة الناظمة لأنه لقطاع النفط والغاز. وكان في كتير إيجابيات، يعني مثلا كونترايات توتال وإي أن آي نوفاتك موجودين يعني بالعلن منشورين. صار في إيجابية أنه عرفنا الشركات وعرفنا قدي بده يكون نسبة الحكومة بدها تاخدهم، كل المعلومات اللي مفيدة للمواطن موجودة عن التنقيب واللي صار وعن هذا القطاع النفط والغاز. يعني الإيجابية كان في إيجابية كتير حلوة بقطاع النفط والغاز. هلا مننقل على الكهرباء. المشكلة الكهرباء مشكلة كتير كبيرة ومتداخلة، وليه ليه المواطن عم بيحمل التيار الوطني الحر؟ لانه هن كان صار لهم من 2010 هن مستلمين الوزاره، سو في عليهم مباشره حمل بدهم يتحملوا، ما فيهم يقولوا ما خلونا او لا، عرفت؟ لانه انت اذا صار لك 10 سنين وما في نتائج، واذا عم بتقول انه كان في نكد سياسي، طيب ليش انت دائما كنت مصر بدك تاخذ وزاره الطاقه؟ هذا سؤال بيساله المواطن. إذا أنت من 2010 تنقول إنه أوكي أنتوا حطيتوا الخطة وبدكم كنتوا تشوفوا الخطة عم تتنفذ، وشفتوا بنص الطريق الخطة ما عم تتنفذ، ليه ما تركتوا ما تخليتوا قلتوا إنه نحن مش قادرين؟ ليه ضليتكم وضل فيها الكركبة؟ شيل عنك هالمسؤولية كنت مثلا لنقول. مشان هيك دائما في علامة استفهام لشو التمسك بالوزارة، مشان هيك هون بيصير العالم تقول إيه يمكن في منافع، مشان هيك ما بدهم يتخلوا عن الوزارة، عرفت كيف؟ وهيدا مش بس فقط هن عقليتهم، عقلية الكل. تقلك ليه عقلية البقية بيتمسكوا بالوزارة؟ لقلك ليه؟ لأنه بلبنان تقليف الحكومات هي تقليفة منا سوية، ما بتخلي فيه إنجازات، ما بتخلي حدا ينفذ شيء، لأنه بتجي أنت تعمل برلمان كل اللي بالبرلمان بده يطلع على الحكومة، يعني ما بالبرلمان في تنوع، بالبرلمان في تنوع لأنه هيدا تمثيل المواطن، بالحكومة لازم يكون في تجانس بالعمل لأنه هيدا التنفيذي، يعني لازم يكون في خطة نعرف نحن أنه هيدي الحكومة جاية عندها هالخطط بدها تنفذهم، بتكون متجانسة وبتنفذهم. نحن شو بيعملوا؟ بالأساس لازم يكون في وزارة للتخطيط، ما في وزارة إيه تخطيط. وحتى يعني بيجوا ما عندهم خطة متجانسة، لأنه إذا بذات الحكومة عندك اللي توجهه اشتراكي واللي توجهه يساري واللي توجهه اسلامي واللي توجهه يعني عندك كل التوجهات يميني متطرف في كل التوجهات إيه كيف بدك تحكم؟ يعني لناخذ قصه الكهرباء، يعني اذا عندك كل العالم بقلب الحكومه، عندك مين بده يخصص شركه الكهرباء، مين لا ما بده يخصصها بده يعطيها صلاحيه اكثر؟ طب كيف هدول قاعدين يقدروا يعملوا خطه انهاض لشركه الكهرباء اذا في توجهين هيك بقلب الحكومه؟ الحكومه لازم تكون متجانسه، عرفت؟ بس شو صار فيهم هن قد ما علقوا، صار كل حزب
بيستلم وزارة صار بده يفرجي إنجازاته عبر هالوزارة مش عبر الحكومة وإنجاز الحكومة. مش هيك صاروا كلهم يتمسكوا. بعدين شو صاروا يعملوا؟ بعدين صاروا توظيف السياسة وتكونوا هن بالوزارة صاروا يوصفوا كل جامعاتهم يعني بتروح على وزارة العمل بتشوفهم كلهم من لون واحد، بتروح على وزارة الطاقة كلهم من لون واحد، بتروح على وزارة الشؤون الاجتماعية كلهم لون واحد. هيدا يعني اللي صار صارت الوزارة ملك للحزب. يعني اليوم مثلا في أبسط مثلا نعطي وزارة الصحة اليوم بإيد فريق معين هو حزب الله. لما يشتغل وزير الصحة بيقولوا حزب الله اشتغل، لما ما يشتغل وزير الصحة أو يفوت بأخطاء وورط البلد ببعض الأخطاء الطبية والصحية بيقولوا حزب الله مورط بالأخطاء الطبية، مورط بملف الأدوية. هيدا اللي بيأثر على المواطن اللبناني من خلال تعامله مع السلطة السياسية. هيدا يعني في مشكلة نظام كتير كبير. يعني هيدا مشكلة النظام هي الأساس بكل المشاكل. بس مش الحق على المواطن اللي تارك مجال لهيدي الأحزاب؟ ايه طبعاً طبعاً طبعاً. يعني نحنا شوف، نحنا عملنا بال 2018 انتخابات وكنا عم نقول، أنا كنت من المجموعة اللي وقتها مسمي حالنا كنا مجتمع مدني ونزلنا وكنا نقلهم للعالم، كنا عم نقلهم يعني كيف رايحين، نحنا رح نروح على مشكل بعد أكبر من اللي كنا عايشينه بال 2018. كنا حاسين بالضغط الاقتصادي، المواطن ما كان قادر يشوف. بتمنى هلا بال 2022 وقت الانتخابات يقدر يكون شايف المواطن، يعني شيء عم بشوف بعينه مين اللي سرق له مصرياته، مين اللي سرق له هلا معيشته، مين اللي بكره بده يرفع الدعم ويخلي انه المواطن تنكة البنزين تصير فوق ال 120,000 و150,000 ما يقدر يعني يطلع من بيته تيروح يشتغل. يعني هدول كلهم تراكمات لانه النظام ما بيسوى. فمشان هيك مثل ما قلت صاروا يتحكموا بوزارات وما بدهم يتخلوا عن وزاره. سوري اذا اليوم ما في كهرباء اكيد انا بدي حمل المسؤوليه على وزاره الطاقه واللي مستلم على وزاره الطاقه، ما فيهم يتهربوا من مهل المسؤوليه، عرفت؟ ولكن مشكلة كتير كبيرة قصة الكهرباء، لأنه فيها التقنية، فيها المشاكل التقنية، ولكن كمان فيها المشاكل السياسية، فإنه كتير معركجة الأمور. فهن بدهم يتحملوا مسؤولية بعد، يعني ما فيهم وقت يكونوا بسدة المسؤولية بدهم يتحملوا مسؤولية، مش وقت بدهم بدهم يقولوا لا صار في ما خلونا نشتغل ونحن بدنا نشتغل، وقت بدهم لا نحن عملنا إنجازات. كانوا فيهم يتخلوا عن وزارة الطاقة من زمان ويتركوا ولنشوف اللي بده يجي بعده بده ينجز أو ما بده ينجز، كنا عرفنا. ولكن تقول لك شو، مثل ما عم قلك قصة الكهرباء صارت إنه الإنجاز العظيم. نحن بال 2021 معتبر اللي بيجيب الكهرباء على البلد يعني هو المنقذ للبلد وبده تمثال. شوف لوين موصليننا كل هيدي الطبقة. فهيدي الطبقة موصليننا انه نعتبر اذا جابوا لنا كهرباء 24 على 24 هيدا انجاز. ببلاد برا وصلوا عم بيفكروا انه الطاقة البديلة بالشمس وبالمايكي وبالكهرباء وبالهواء كيف بدهم يجيبوا لهم طاقة نظيفة. نحن بعدنا هون اذا جابوا لنا 24 على 7 انه هيدا هو الانجاز. طالما فتنا بالسياسة وفتحنا مواضيع سياسية بدنا نعرف رأيك بالزيارة الأخيرة للوزير باسيل لموسكو. شو رأيك، هل الأهداف الغير معلنة للوزير باسيل من هيدي الزيارة هي حتكون بموضوع التفاوض على حدود البحرية، أم هي على موضوع توجه شرقا، أم هي بالنسبة لموضوع العقوبات على الوزير باسيل؟ شوف اعتقد انه نحن بلبنان فاتحين المجال انه لكل القوى العالم تتدخل بالسياسه، ونحن عم نروح لعندهم. وانا كذا مره صرت سامعه من كل الجهات انه مثلا مش الامريكي بيجي بيقول لهم اعملوا هيك هيك، صايرين هن بيركضوا عند الامريكان وبيقولوا له نحن بنقدم هيك وهيك او نحن بهيك هيك هيك بدنا. نحن فاتحين المجال انه للقوى العظمى. بس بنفس الوقت اذا مجموعات ثوريه راحت لعند الامريكي او لدوله برا بيعتبروها انه مجموعات خائنه للوطن، وهن مرتبطين بشكل معلن ومباشر بالخارج. هن ما فيهم يعيشوا الا من الخارج، هن اخذين شرعيتهم من الخارج. نحن ورد قوى الاعتراض او الاحزاب المنبثقه من الثوره عم بتروح تقابل هدول شو اسمه السفارات اتسترا تنقل لهم انه نحن ما بقى بدنا هالتعاطي يصير على هالمستوى، انه البازار البيع، نحن انه هيدا اللي نحن عم نحاول نقل الصوره. يعني نقل الصوره نروح نصحح السياسه كيف بنحب نشوفها. هن للاسف كلهم ياخذوا شرعيتهم من الخارج، كلهم ياخذوا شرعيتهم من الخارج وقوتهم من الخارج، لانه هن بيتكلوا على الخارج وما بيتكلوا على الداخل. حتى التيار الوطني الحر كان دائما يقول هؤلاء كلهم بيتكلوا على الخارج، هو صار يعمل ذات الشيء. يعني صار هلا بيروح يمينا وشمالا وبياخذ انه بده ياخذ شرعيه من غير محل.
ما بقى زيارة وزير خارجية إلى روسيا صاروا يقولوا إنه الروس لأنه يمكن يتوسطوا، يمكن إلهم دور، يمكن بدنا نحن يكون إلهم دور، نحن عم ندخلهم، يمكن الوزير بسير عم يدخلهم لأنه تعامل توازن بينهم وبين الأمريكيين، تيقلهم إنه إذا أنتم مشرتوا علي العقوبات أنا بتجه إلى روسيا وبنفتح المجال لروسيا بالصراع على داخل اللبناني، قد يكون من هالمنحة جاي كمان. شو بالنسبة لتعديل أعضاء الوفد؟ شوف، هو اقتراح اجا، برجع بقول انه من 10 ايام وقت الوزير بسير حكي بهذا الموضوع، حكي قال انه لازم انه يتغير الوفد ويصير وفد اوسع، وقال انه نحن مستعدين انه بدنا الوساطه الامريكيه تضلها وبدنا انه نتفاوض مع الاسرائيليين، ولكن نحن كمان مع فكره تقاسم الموارد، مع فكره تجي شركه او شركات يصير في تقاسم للموارد يعني على الحدود يعني هيدي. وما شفنا نحن من حلفائه اي اذا بدك يعني اي ردة فعل وتحكي عن تقاسم الموارد، عرفت يعني هيدي قصه كتير كبيره. هلا هي بتصير هي عاديه بين دول بين بعضها وقت، بس مش مع العدو. يعني نحن اليوم عنا اشكاليه عدو، مش هيك اساسا اللي عم نفاوض على الخط 29 تقد ما فينا نحصل مساحات، لانه في دراسات جيولوجيه بتقول انه يمكن يكون في مخزون غاز وما بدنا اياهم يعلقوا بيننا وبين الاسرائيليين تما نفوت بقصص تقاسم الموارد، عرفت؟ سو ما بعرف ليه بده يصير في تغيير للوفد، ولكن انا ما بشوف انه ضروره تغيير وفد، خاصه انه الكومبوزيسيون تركيبه الوفد اللي حكي فيها الوزير بسير انه كثير بتذكرنا بالماضي كيف كانت. كان عندنا مجموعة ممثلة للرئيس الوزراء وللوزارات واتسترا، وما كان عندهم القدرة التفاوضية وما كان عندهم إذا بدك التقنيات ترسيم الحدود، وفوتونا بالحيط، راحوا رسموا خط 23 ورجع إجا هوف هذا الخبير الدولي ورسم لنا خط منه هو لمصلحتنا. فاليوم ليه بدي أرجع أنا أعمل ذات التركيبة وجيب تركيبة مفاوضين ما عندهم الاختصاص وجيب حدا خبير دولة يرسم لي هو الحدود؟ ليش بدي ارجع على هالفورمولا يعني؟ ما فهمت. بدنا نرجع شوي بختام حلقتنا، بدنا نرجع لموضوع الانتخابات، انتخابات 2018. بدنا نسألك عن تجربتك بال 2018، كيف نزلتي على الانتخابات؟ شو كان هدفك؟ واخر سؤال لنا هيكون، هل تجرؤ لوري هاي تايان ان تعيد التجربة؟ بدك جاوبك على هيدا السؤال. اول شيء هل اجرؤ؟ هل أجرؤ؟ طبعا يعني نحن أجرؤ طبعا، لأنه في مسؤولية، يعني نحن المواطنين مسؤولين، واللي عم يتعاطى بالشأن العام كمان مسؤول، واللي كمان عنده أي نوع من اختصاص ممكن يساعد البلد كمان في عليه مسؤولية. أنا ما في يكون أنه أنا اختصائية بس ما بدي اتعاطى بالشأن العام وما بدي اتعاطى بشو عم بيصير بالبلد، بدي ضلني بس احكي نفط وغاز هيك بالهوا يعني بس تقنيات واخلص. لا، بدي اكون جزء من الحل للبلد، وخاصة اليوم يعني كل حدا منا عنده القدرات انه يغير بالبلد بده ينزل على الانتخابات او يكون داعم لاشخاص عندهم القدرة انه يفوتوا على البرلمان ويشتغلوا، او بعدين اذا صار في حكومة كمان انه من منبثقة من اجواء الثورة كمان انه لازم يكونوا قد المسؤولية، لانه البلد منهار كليا وما فينا نترك بقى هالطبقة السياسية تحكمنا وتضلها هي حكمتنا. يمكن راح يضلوا موجودين، ما فينا نقول انه بدنا نوعى هونيك نهار ونشوفهم هن فلوا، ولكن نحن كمان ما بدنا نكون خوفين انه دائما مثلا بكره اذا القانون ما ناسبنا لا نحن ما بدنا ننزل، بدنا نضلنا عم نعمل معاركنا ونطحش بمعاركنا وناخذ المعنى المواطنين ونجيشهم انه تيقدروا ينزلوا على الانتخابات، وما يقولوا مثل 2018 انه لا شو بدي انزل انا انتخب بجنوب معروف شو وهو بالاشرفيه مش عاجبيني. ما فيهم نكون انتقائيين، اليوم في مسؤولية كتير كبيرة على المواطنين الناخبين انه كل واحد ان كان بلبنان او خارج لبنان ينتخب، مش لازم يبقى فرد واحد بلبنان ما ينزل ينتخب، خاصة اللي اليوم شافوا مين اللي سارقهم. اليوم ما في يعني انا لازم ننزل على الانتخابات، مش مضطرة انا يكون عندي اجندة طويلة عريضة، بكفي اقول انه هن السبب بدنا نخلص منهم. في اكتر من هيك؟ مين اللي سارق لنا مصرياتنا هلأ بالبنك؟ مش هن وهدرون؟ مين اللي اطلع مصرياته وتركنا نحن انه مصرياتنا اليوم قاعدين عم يصرفون على الدعم تيتهربوا على سوريا؟ مش هني؟
هذا فقط لازم يخلي المواطن انه ينزل ينتخب. فاللي قادر يترشح وعنده القدرات يترشح وبده يترشح تيقدر يغير واجبه يترشح، والمواطن واجبه يروح ينتخبهم. وهيدي كل مواطن لبناني لازم بال 2022 ينزل ينتخب وين ما كان، ان شاء الله بيكون باقصى الشمال لاقصى الجنوب بلبنان، او ان كان باقصى الشمال على بالكون بالاسكا، او كان بنيوزيلندا بده يروح ينتخب. لوري هاي تيام، بدي اتشكرك على المعلومات القيمه، على رحابه صدرك، على هيدي الحلقه الكتير حلوه. اذا مشاهدينا، ستبقى ثوره 17 تشرين هي البوصله والهدف، وستبقى 17 صوت وصوره الثورة. شكرا لكم.